علاش الاسعار بزاف؟ لما الاسعار؟ لما صندوق الدوله خاويه؟ لما 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 عرف من عندنا ولا مش تسولي يعني عرف على الطوم الاساسي ديالي صراحه بالله يعني مثلا في الطوم ديال يوسف يعني هو احسن شخصيه في 2017 ولا يبقى كان في الحياه كان ما شاء الله كنشوف انا مثلا قدوه الشباب قدوه اي واحد الشخصيه اللي صارت الاعجاب ديالي واللي كنشوفها كتزيد غير في التقدم والجمال وداك الشيء هي دنيا فاطمه ياك كتعجبك الشخصيه ديالها بزاف بزاف واخا بزاف كيقولوا عليها يعني مصنعه ودايره عمليه تجميل وداك الشيء المهم كنشوفها هي اللي شنو غادي نقول لك يعني هي اللي طورت من راسها واخا عمليه تجميل وداك الشيء يعني حنا البنات كاملين وكاع البنات كيبغيو يعني يكونوا مزيونين يظهروا في حله مزيونه الشخصيه هي ديك بطل رمضان اسمها سكينه العربي كيعجبوني ديك ليزاكسيون اللي كتعمل وديك مضحكة فنية وهادي هي الشخصية اللي أثرت التسيبة ديالي في هاد العام هذا الشخصية اللي عجبتني هي رجب أي الحافظ صراحة عندها خرج من وراء واحد عن قدس عاصمة إسرائيل هذاك هو الشخص اللي عجبني بالردة الفعل ديالو المغرب ما فيه ما حتى شي صراحة الله العالم حتى شي شخصية ما شي شخصية كاينة هي الشخصية الشخصية اللي كتعجبني في 2017 قدر هو الشخص لاعب ليونيل ميسي علاش كاين هذا لاعب موهوب كيعجبني كتبعو كتعجبني بارسيلونا كامل الشخصية الرياضية اللي كتعجبني في 2017 هي كريستيانو علاش كيعجبك؟ أول حاجة ما مشوشي ماشي بحال ميسي ماشي ما تبدعش الواش كيعاون بزاف ديال الجمعيات منخرط مع حقوق الإنسان عنده واحد الشخصيه قويه واحد الكاريزما واخا هذا العام هذا ما يديها شي ولكن مستقبلا غادي يديها ان شاء الله شكون هي الشخصيه اللي كتفكر في 2017 بزاف ديال الاغاني سبحان الله كتشوف الاغاني ديالو يعني ماشي بزاف ولكن يعني مزيان من عند الاغاني ماشي انا كنشوف عهد تميمي الفتاه الفلسطينيه الشخصيه ديال 2017 هي رمز الشجاعة والكرامة اللي كيفتقدوها العرب هاد السنة كل 2017 كلها من البداية ديالها حتى النهاية ديالها بالنسبة لي أنا كشاب مغربي ما شفت حتى شي شخصية اللي هي تقدر تستحق أننا نعتبرها القدوة ديالنا في هذا المجتمع يعني الشخصية 2017 أنا نهضر في المجال الرياضي مثلا أنا كنشوف بدر هاري يعني من الناس اللي أنا أكن لهم كامل الاحترام وتقدير لأن إنسان اللي يستاهل الاحترام إنسان خلق في أمستردام يعني في هولندا تبناته هولندا يعني ترينا في هولندا الآن يعني تخدم البلاد بواحد يعني تشرف البلاد سواء في الرياضة سواء مثلا تشوفوا أنا شنو دار مثلا في قنيطرة بنا مؤسسة تعليمية زاد فيها أقسام زاد فيها بزاف الحوايج يعني إنسان اللي تعطي لهذه البلاد بدون مقابل